بابا هو إيهاب لسه ما جاش؟ لسه، لو كان جه كان زمان البيت نور. اتصلي بيه يمكن يكون نسي. الموبايل مقفول وتليفون الشقة بتاعته ما بيردش. يا بنتي يا بنتي اهدي، ما تحرقيش في دمك كده. الغايب حجته معاه. معلش يا هالة، يمكن في حاجة بس عطلته. الشوارع النهاردة زحمة قوي. هكلمه في الاتيليه. وإيه اللي هيوديه الاتيليه دلوقتي؟ إيهاب ده ممكن يعمل أي حاجة. لا حول الله يا رب، نخرج من نقرة نقع في ضحضيرة. التليفون مشغول. الراجل ده طرقع. خلاص بقى، أروح أنا أشوف لي جوازة تانية. خلاص أنت رايح فين؟ أقعد، أنت هتفول عليا ولا إيه؟ رايح فين؟ فكرت كويس في اللي انت هتعمله؟ الخطوة دي ما وراهاش تراجع. نسيت كلام فوزي؟ بلاش فوزي، كلام هاني اللي فيه ما بين السطور أكتر من تصريح. ولولا رابطة الأخوة كنت سمعت الحقيقة كاملة. وأنا مش هبني موقفي على تخمينات وتلميحات مبهمة وعبارات ضبابية. طب ليه كان بيتهرب منك؟ وليه هي رفض أي كلام في الموضوع؟ ومعناه إيه اندفاع أبوها وصرختها فيه؟ مش كل ده بيوصل لحقيقة واحدة تتفق مع كلام فوزي؟ وأنا لازم أواجه هالة بكل كلمة سمعتها عشان أبرأ نفسي من ذنبها. النهاردة وفي المناسبة دي، الكلام ده كان قبل كده بزمان. انا اسفه يا سعاده الباشا، تسمح تقولي ما حضرتك ما جيتش ليه في كتب الكلام ده؟ معلش ما قدرتش. هو ايه اللي ما قدرتش؟ هو عيد ميلاد ولا اسبوع؟ ده جواز يا استاذ. يا هلا، في تساؤلات كتير محيراني ومش لاقي لها اجابه، ولازم الاقي لها اجابه. انت مش عايزه تجاوبيني وبتجبريني على الجواز كده من غير حتى. هنعيد المواد تاني. انت مالك ومال تفاصيل حياتي مع طليقي؟ انت انسان غريب قوي. لا يا مدام، انا فوزي كان عندي هنا وحكالي على وقائع مخجلة. كذاب متغاظ علشان سبته بسببك وعايز يبوظ جوازنا. مجرد انك تسيبيه علشاني ده تصرف غير اخلاقي. وبعدين بغض النظر عنه، هاني كمان كذاب. هاني؟ ايوه، ايده في كل كلامه. ده صاحبه وهو اللي متجوزهولي وزعلان مني علشان سبته علشانك. يا سلام، هيبيع اخته علشان صاحبه؟ انا واثق في اخلاق هاني، وعارف ان انسان متدين، وعارف انه لا يمكن هيشهد شهاده زور. واذا كان شهد على اخته فهو مضطر عشان ما يكتمش الشهاده. وبفرض ان كل ده مظبوط، انا عملت كل ده عشان مين؟ مش علشانك انت؟ تستولي على فلوس الراجل علشاني؟ مين قالك ان انا كنت هبل على نفسي قرش حرام؟ وبعدين الراجل بعد ما يسترد فلوسه تبعتي له بلطجيه يضربوه؟ ده اسلوب انسانه متحضره ومتعلمه؟ ياب، انا بحبك. وانا كمان بحبك، بس أنا بحب هالة. هالة بتاعت زمان. لكن أنتي، أنتي فقدتي احترامي ليكي وفقدتي مشاعري ناحيتك. للأسف أنتي ما تصلحيش تكوني زوجة ليا. على فكرة هاني أخوكي ما قالش ولا كلمة عليكي، أنا كنت بستدرجك في الكلام، وللأسف طلع كل كلمة قالها فوزي كانت صح.
كانش حد عارف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بابا؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ماما؟ ازيك انت؟ قريت جرايد النهارده؟ لا ما كانش في وقت، في حاجة مهمة ولا إيه؟ طب خد اقرا الخبر ده. مش ممكن. معقولة؟ أدي الناس، أدي الناس اللي كنت هتناسبهم يا دكتور. احمد ربنا، احمد ربنا ان الخطوبه اتفسخت قبل الموضوع ده ما يحصل، والا كان وضع بابا تهزف مركزه الجديد ووضعك انت كمان واسم العيله، ما كناش هنعرف نور وشنا للناس. المفروض تتصل بيها تواسيها او تشوفها محتاجه حاجه. الاتصال ده ناسي ممكن يتفسر غلط، ممكن تفهم مثلا ان انا شمتان فيها او فرحان باللي حصل لاهلها، ممكن كمان تفهم حاجه تانية خالص، ممكن تفتكر ان انا عايز ارجع لها وانا بستغل الموقف اللي هي فيه ده ان هي في نقطه ضعف وانا في نقطه قوه. النوع ده من الشخصيات لما بتحصل له مشكلة كبيرة في حياته بيفهم تصرفات الآخرين بشكل تاني خالص. ممكن التصرف اللي أنا هعمله ده يتفهم بمليون معنى. خلاص مفيش داعي للمكالمة اللي هتجيب القلق ده كله. بيعجبني فيك روحك الحلوة وعقلك الكبير. بس أنا مش ملك الجمال الجامعة الأمريكية. فعنيا أنا أنت ملكة جمال الدنيا كلها. اقعدي بس استريحي، انا هكلم هاني. اقعدي بس. بسرعة. حاضر. بسرعة بسرعة يا سارة، بسرعة. الحين يا سارة الحين. الموبايل مقفول. الحين بسرعة، انا هموت. هكلمه في المستشفى. الو. من فضلك عايزه الدكتور هاني بسرعه. ايوه. لا حضرتك الدكتور هاني في العمليات. لا لازم تندهيله، ماما عندها ازمه قلبيه. لا ما اقدرش اندهله، بقول لحضرتك في العمليات، اول ما يخرج انا هبلغه. اديني اسمك وتليفونك. طب اديني الدكتور شريف، هو هيعرف يتصرف. الدكتور شريف اجازه وانا ما معيش تليفونه. عموما حضرتك ما تقلقيش، اول ما هاني يخرج من العمليات هبلغه. انا الدكتوره علا مراته. هاني حبيبي، انا اتحطيت في موقف وحش قوي ولازم اقوله لك. اوعى تزعل مني بليز، اصلا ما اعرفش صوتها، دي تاني مره اسمعه في التليفون. بس ورطيني في ايه تاني؟ ها يا دكتور طمني. يا ريت نتكلم بره احسن عشان ما نزعجهاش. اتفضل. ايه يا دكتور عندها ايه؟ يوسفني اقول لك ان الحاله متاخره جدا. ارجوك اتمسكي شويه عشانها على الاقل. طب انا عايزه انقلها لاقرب مستشفى. ما انصحكيش، هتبهدليها من غير فايده. يا دكتور ايه الاخبار؟ الدكتور هاني كاردوجست. اهلا وسهلا دكتور. من الاحسن ان انا انقلها عندي الاي سي يو في المستشفى. ماما. سلام. ايه يا ماما مالك؟ حاسه بايه يا حبيبتي؟ النبض مش محسوس خالص. أنا لازم أنقلها المستشفى دلوقتي حالا. حاولي تلبسيها بسرعة. يلا يا ماما، يلا يا ماما قومي. لا 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 يا سارة، أنا هموت في السرير. لا يا حبيبتي، بعد الشر عليكي. تهدمي كويسة، قومي بس نوديكي المستشفى.
في الاي سي يو. يا هاني يلا. ايوه خلاص. تعيطيش على ماما. يا طنط حاولي حاولي تساعدينا شويه. انا عارفه اني دي الرقده الاخيره. بعد الشر ما تقوليش كده. انت هتبقي زي الفل. ما تحيطيش على امك يا سارة. هاني هات المصحف. اتفضل المصحف. حط ايدك عليه. احلف انك انت هتراعي سارة وتحافظ عليها لاخر يوم في عمرها. والله العظيم هحافظ عليها وراعيها لاخر يوم في عمري. بس شدي حيلك انت بقى. سارة بتحبك يا هاني. عمرها ما حبت حتى غيرك. انت ما تعرفش يعني ايه واحدة ست بتحب راجل وهي عارفة ان هو مش ليها. فجأة يتحقق حلمها ويتجوزوا فعلا. اشهدوا ان لا اله الا الله واشهدوا ان محمدا رسول الله. سميرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حاضر يا ابني، هنجيلك على طول. مع السلامة. أم سارة تعيش انتي. ياه الله يرحمها، كلنا هنموت. على رأيك، كانت قاعدة في وسطينا لسه امبارح فرحانة ومبسوطة. هتكون يعني عزم اللي راحوا يا بابا. يلا يا بنتي قومي تعالي معايا علشان تجيبي بنت اخوكي وتعدي على المدرسة تجيبي العيال على هنا وتبقي تقولي لهم أي حاجة. يا بابا وأنا رايقة للكلام ده؟ سيبوني في حالي بقى، سيبوني في اللي أنا فيه. سيبك في اللي أنت فيه. إيه يا بنتي؟ قومي قومي بلاش دلع. الله، هنسيب أخوكي في الظرف ده يقف لوحده؟ حاضر حاضر يا بابا. دنيا دنيا هاني الحق سارة اغمى عليها. مش طايقة أشوف وشه. سارة مش هينفع الكلام ده. معلش يا دكتور عشان خاطر ابنك. شريف لو سمحت. خير يا هاني. اصلاح الضغط. سلامتك ألف سلامة. عالي جدا من امبارح عمال اديها في ادويه والضغط برضه ما بينزلش. كده في خطوره كبيره عليها وعلى الجنين. كده ممكن يبقى في ولاده مبكره في السابع. لازم ننقلها القصر بسرعه. عمتو هي تيتا سميره راحت لبابا عشان ايوه حبيبتي. كنت عاوزها تسلمني عليه وبتسأله هيرجع امتى. حاضر هقول لها. عمته يا ماما هتركع امتى؟ معرفش حبيبي. ممكن تخليكوا في لعبكوا كده. سيبوني في اللي انا فيه. مدام هلا جعفر موجوده؟ كلمي يا
ايوه يا حضرة السول. الباشا عايزك. خير في ايه؟ هتعرفي هناك. طيب. تمام يا فندم. تمام جت يا فندم. متهمة ايه يا باشا؟ العيال دي قبضنا عليهم وهم بينفذوا عملية من عملياتهم، ولما لقينا الأسلوب متشابه مع وقائع سابقة حيرتنا، استدرجناهم فاعترفوا بالتفصيل عن كل جرائمهم السابقة، ومن ضمنها جريمة ما كناش عارفين الفاعل بتاعها ولا المحرض عليها، اللي هي الاعتداء على طليق الأستاذ فوزي، تحطيم أساس مسكنه. وأنا مالي بالكلام ده يا باشا؟ قالوا إنك أنت المحرض مقابل مبلغ وقدره. أنا أول مرة أشوفهم في حياتي. أول مرة؟ طب هما يعرفوكي منين؟ وإيه مصلحتهم إن يتبلوا عليك؟ طليقي، طليقي هو اللي حرضهم علشان أنا خلعته. آه، لما يجي بقى ويتعرف عليهم ونفتح المحضر تبي قولي بقى اللي أنت عايزة تقوليه. عاوزة تدبسينا وتخلعي؟ لا يا روح خالتك، شرباها شرباها. ممكن يا باشا اروح علشان انا عيال اخويا لوحديهم في البيت، اروح اقعد معاهم اول ما يجي فوزي يبعتولي وانا هاجي على طول. او العابي غيرها. اخرس يالا، مش عايز اسمع صوتك. امرك يا باشا. لا انت مشرفانا الليله دي، وبكره هتتعرضي على النيابه ونشوف بقى هتعمل معاكي ايه. يلا يا فندم. استاذ فوزي يا فندم. خليه يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا استاذ فوزي. شكري يا فندم. بص كده كويس على العيال دي. هما دول العيال اللي اعتدوا عليك وحطموا مسكنك؟ لا يا باشا. مش قلت لك بريء يا باشا؟ انت متاكد؟ دول اعترفوا بجريمتهم. يا فندم هو انا هتوه برضو عن اللي ضربوني؟ تلاقيهم بس من كتر تشابه جرائمهم اختلط عليهم الامر. تقدري تتفضلي لاولاد اخوكي. الحمد لله اتحسنت كتير، بس احنا برضه هنفضل ماشيين على نفس العلاج. انا متشكره قوي دكتور تعبتك معايا. على ايه بس يا ساره؟ ما تقوليش كده، ده انت مرات اخويا. عن اذنكم. ما دام بقيتي كويسه ممكن استاذنك انزل اقعد مع فوزي شويه في الجنينه؟ سالي في حاجه عايزه اقول لك عليها. مش عايزاكي تاخدي فوزي بذنب هاني. مش معنى انهم صحاب انهم زي بعض. يلا انزلي له بقى. مش هتأخر عليك. خدي راحتك، أنا هحاول أنام. شفتي يا بنتي؟ الراجل طلع عنده أصل عننا. أنت بتقول إيه يا بابا؟ أيوه يا هلا، لو كان واحد تاني غيره بعد اللي عملناه فيه كان أذاكي. اتصلي بيه يا بنتي واشكريه، ولا أقول لك روحي له يمكن قلبه يحن ويرجع لك تاني. يا سلام. انا يا بنتي عايز اطمن عليك قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا بابا، ما تقولش كده. موت مش شر، الموت على راس العباد. شايف ام ساره حصل لها ايه؟ ربنا يديلك طولة العمر يا رب. تصدق يا بابا انا عرفت دلوقتي فوزي عمل كده ليه. عمل كده لانه شريك يا بنتي. لا ده بيجر ناعم وعايز يعني يرجع الماية المجاريحة. طيب ايه رأيك لو تروحي له؟ انا اللي اروح له؟ لا يا سي بابا، هو اللي لازم يجيلي، ده هو الراجل. صعب، صعب اوي بعد اللي عملنا فيه. انا متأكدة ان هو اللي هيجي وبرهان كمان. طب واذا كسبت الرهان تروحي له؟ حاضر. خلاص وانا موافق. انت رايح فين يا بابا؟ انا يا بنتي هدخل اتوضى عشان الحق الظهر في الجامع. يا
يا بابا، ده حضرتك ما اتغيرتش كده حتى بعد وفاة هشام الله يرحمه. أيام هشام كانت الصدمة بتوي عيني. المرة دي يا بنت أنا عشت الموت لحظة بلحظة. حسيت قد إيه هو قريب من البني آدم. صار أنت ليكي حق تزعلي طبعا، بس أنا كمان من حقي أدافع عن نفسي. مش عايزة أسمع منك حاجة. مفيش حاجة ممكن تقولها تبرر اللي أنت عملته. صدقيني اللي حصل ده كان غصب عني. الجواز ده كان مجرد جواز صوري على الورق بس، لكن أقسم لك بالله أنا ما دخلت بيتها لغاية دلوقتي. وإيه اللي منعك؟ اللي منعني حبي ليكي سارة. أنا اكتشفت إني ما حبيتش حد في الدنيا دي غيرك أنت، وصدقيني اللي حصل ده يعني غصب عني. تقدري تقولي عليه نوع من الشفقة، وبضغط شديد منها وصل لحد الانتحار. أنا ما كنتش أقدر أتخلى عنها، دي مش أخلاقي. آه فعلا مش أخلاقك. وبعدين أنت يا سارة مش مخلياني أحتاج لأي حاجة عشان أتجوز واحدة تانية. اللي أنت عملته ده ملوش غير اسم واحد، خيانة، ودي حاجة مش ممكن أسامحك عليها ولا أغفرها لك. لو سمحت يا هاني، لو عايز تحافظ على ذكرى الأيام الحلوة اللي كانت بينا طلقني. مستحيل. البيت هيفضل برضه بيتك، تقدر تيجي تزور ولاد أخوك وابنك اللي جاي في السكة زي ما أنت عايز. أنا مش هطلقك عشان بحبك، بحبك أنت، مش عشان الولاد. أنت عارف أنا حاسة بإيه دلوقتي؟ حاسة إني قدام المرحوم هشام. أنا كنت غلطانة لما افتكرت إنك مختلف عن العيلة دي. لا، أنت زيهم بالظبط. أنت ما اتجوزتنيش يا هاني، أنت ورثتني عن أخوك. أنا الأول كان وضعي محترم، لكن تقدر تقولي دلوقتي أنا إيه؟ طب اهدي اهدي، خلاص أرجوكي بلاش تتكلمي دلوقتي. اهدي اهدي عشان خاطري. أنا حاسة بالمهانة، حاسة إن أنا بحتقر نفسي. أنا ولا حاجة، مجرد ضرة، ضرة بالنسبة لك. معلش عشان خاطري. هاني اهدي من هاني. أنت بتعمل إيه هنا هاني؟ أنت مش عارف إن وجودك هنا بيرفع لها الضغط؟ لو سمحت اطلع بره. مفيش أي مبرر لتصرفك ده مع هانا، كان لازم تقول الحقيقة. يا حبيبتي أقول الحقيقة إزاي بس؟ الحقيقة دي ممكن تسجنها، وأنا مش ممكن أبقى السبب في سجن واحدة كانت في يوم من أيام مراتي، وكفاية قوي بقى اللي حصل لها من ورايا. لسه خايف عليها بعد اللي عملته فيك؟ يا حبيبتي أنا مش خايف عليها ولا حاجة، كل واحد بيتصرف من خلال أخلاقه، وأنا وريتها كويس قوي الفرق بيني وبينها. وبعدين هي ما بقتش بتمثل بالنسبة لي أي حاجة عشان أنتقم منها بعد ما ربنا أكرمني بيكي. اضحك عليا. انا لو ضحكت على الدنيا كلها مش ممكن اضحك عليكي. لا انت مش عايز تخسرها وشويه كده وتقوم راجع لها زي صاحبك مع عمل. ده لا 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 يا حبيبتي، انا حاجه وهاني حاجه تانية خالص. كلكم بتقولوا كده وبعدين ترجع القديمه تحلى في عينيكم. طيب بص يا حبيبتي، انا موافق انك تشترطي في قسمه الجواز اني ما اتجوزش عليكي بدون موافقة كتابية منك، وفي حالة أي مخالفة أدفع لك مثلاً إيه 30 مليون جنيه. ها عامل إيه دلوقتي؟ أحسن كتير الحمد لله، بس اوعى تخليها تشوفك، لو شافتك بتتوتر وبيبوس كل اللي إحنا عملناه. إزاي بس يا شريف؟ إزاي؟ ما تعرفش قد إيه حاسس بالذنب ناحيتها. أرجوك فهمها اللي بتعمله ده هيضر بالجنين. اكيد حصل طبعا. هو انا هسيبها؟ اتكلمت معاها بس هي مش قادره تسيطر على نفسها. انا كنتش متخيل ان رد فعلها يكون بالشكل ده. انت ايه يا اخي؟ طبيعي طبعا رد فعلها يكون كده. زمان كان حاله ودلوقتي حاله تانية، واعتقد ان حصل ده اثبت لك قد ايه الانسانه دي كانت بتحبك وقد ايه انا غلطت في حقها. دكتور شريف، حاله 19 جالها نزيف. طب انا جاي حالا، هطلع بص على الحاله دي وابقى انزل لك تاني. اتفضل. الو. يا هلا يا هلا، مع كل الولاد بيعملوا كده.
خلاص يا هلا، معلش استحمليهم كام يوم دول لغايه ما امهم تخرج من المستشفى. حاضر حاضر يا هلا، حاضر حاضر حاضر، انا هاجي هاجي عشان اريحك. حاضر، مع السلامه. مع الف سلامه. ممكن تتنازل وتيجي تتغدى معايا؟ معلش خليها مره تانيه، اصلي دلوقتي مشغول، عندي حاله وبعد كده لازم اروح البيت على طول، لازم اروح اطمن على الولاد، بقالي كام يوم ما شفتهمش. الولاد مع عمته، يعني مفيش داعي تقلق عليهم، وبعدين انا طبخلك الاكل اللي بتحبه. مش وقته مش وقته مش وقته يا علا، لازم الاول اطمن على ساره. هي دريانه بحاجه؟ وبعدين انا مراتك، وما تنساش ان انت من يوم ما ردتني ما جتليش البيت. الوضع اللي مش عاجبك ده هو السبب في مرضها وخلاها تطلب الطلاق. هي اللي عايزه كل حاجه يا تتطلق، خلاص اعملها اللي هي عايزاه. اوعي تقولي كده تاني، ساره مراتي وام ولادي، انا استغنى عن اي حاجه في الدنيا الا هي. استغنى عن اي حاجه في الدنيا؟ يعني ممكن يضحي بيا ويطلقني عشان يرضيها؟ ماشي يا ساره، يا انا يا انتي. عشان فيها دي هتخلصيها امتى؟ انت زعلانه من ايه؟ انت ناسي ان هو بتاعي انا؟ مش كفايه ان انا سامحه لك انك تشاركيني فيه؟ انا مش عايزاه خالص، سبتهولك، لو سمحتي خديه واخرجي من حياتي. يا سلام، انت هتعملي عليا انا الافلام دي؟ من فضلك اخرجي بره. مش قبل ما تعرفي الحقيقه كلها، انا وهاني ما سبناش بعض لحظه واحده، وكل ده كان تمثيليه عليكي. انت بتقولي ايه؟ ايوه تمثيليه عليكي علشان تجيبي البيبي لهاني وسعادته تكتمل بالبيبي وبيا، وتمثيليه على جعفر علشان يبقى هاني جاب له الحفيد ونخلص منه بقى. كفايه بقى ارجوكي، انا مش عارفه ازاي صدقت التمثيليه الساذجه دي. عشان انت اللي ساذجه يا حلوه. صدق الله العظيم، البنت الظاهر صحيت ومشوا فيها. يا بابا العيال دايما كده، دلوقتي هتسكت لوحدها. انا هقوم العبها لحد ما تنام. غريب بابا اتغير قوي. وانت كمان وحشتيني قوي 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 قوي. ازاي ماما دلوقتي؟ كويسه حبيبتي الحمد لله بخير. خليها تخف بقى بسرعه، عاوزين نرجع بيتنا. حاضر يا حبيبي حاضر. ازيك يا هاله؟ ازيك يا هاله، ادخل بص على بنتك دي كانت بتعيط من الصبح كده. طيب عايزك. اهلا اهلا، ازيك يا بابا؟ طمني يا ابني، مراتك عامله ايه النهارده؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله الحمد لله، ربنا يطمنها ربنا. الو ايه يا سالي؟ ها ساره عامله ايه دلوقتي؟ ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ طب انا جاي حالا. انا عملت ايه بس يا ربي؟ عملت لهم ايه بس عشان ينتقموا مني بالشكل ده؟ انا غلطت في ايه؟ ايه اللي عملته غلط؟ Thank you.
مش عارف اروح فين تاني. هاني من فضلك اهدى شويه علشان نعرف نفكر. انا شايف ان احنا يعني ناخد نفسنا كده في اي حته، واذا ما ظهرش جديد للصبح يبقى نعيد الجوله دي تاني. انا مش قادر استنى للصبح، انا بفكر اروح المنصوره دلوقتي. منصوره؟ هو احتمال برضه، بس انا رايي ناجله لبكره، يعني نكون خدنا لفه تانيه على المستشفيات والاقسام. نروح المستشفى تاني احتمال تكون رجعت. يلا. مالك يا مدام؟ دي بعينيها هتولد. شيلوها يا جماعه قدام المستشفى. تاكس. مفيش اخبار لسه عن مدام ساره؟ لا يا نعيمه مفيش. طب انا شفت حاجه امبارح يمكن تنفعك. حاجه ايه؟ انا شفت الدكتوره علا خارجه من عندها قبل ما تختفي. غريبه الحكايه دي. طب وايه اللي لم الشامي على المغرب؟ طب يا نعيمه، طب احنا متشكرين. اتفضلي كلم علا هاني وسالها في ايه. انت هتصدق نعيمه برضو، هي بس متغاظه منها عشان علا طردتها قبل كده من العياده. ما يمكن الكلام اللي بتقول ده حصل. لو حصل هتنكر. يلا يا جماعة يلا نكمل لف. الحمد لله على السلامة. أنا فين؟ أيوة يا هبة، الحالة اللي 17 فاقم، هاتلها البيبي علشان تشوفه وتردعه. تأمري بحاجة يا مدام؟ أنا مش مدام. إيه؟ أنا اسمي سارة، طالبة في كلية الآداب، بس أنا مش عارفة إيه اللي جابني هنا. هو القطر اللي كنت راجعة بيه عمل حادثة؟ قطر إيه؟ القطر اللي كنت جاية بيه من أسوان. زمان ماما وبابا قلقانين عليا قوي. انا هروح اطمن. استني هنا لما اروح عند اهلك الدكتور. السلام عليكم. السلام عليكم، تحت امر حضرتك يا فندم. في حاله جات لكم باسم ساره وحيد؟ في حاله ولاده جات لنا امبارح بالليل من الشارع، ومعاش اي دليل على شخصيتها، ولسه في حاله غيبوبه. طب ممكن نشوفها؟ لازم نستاذن الدكتور اللي بيتابع الحاله. طب وفين الدكتور ده من فضلك؟ دكتور علي. ايوه دكتور افندم. لو سمحت الحاله دي هي اللي جت لكم امبارح؟ ايوه تقريبا هي دي الحاله اللي جت لنا امبارح. طب ممكن نشوف الحاله يا دكتور؟ الحاله اللي ولدتها امبارح فاقت من غيبوبه تقريبا متخاطره. ايه؟ طب تعالى معايا. جميل قوي. امال مامته فين؟ اخبار مرضتنا الجميله ايه؟ انا الحمد لله كويسه. مش هتخرجوني بقى؟ ان شاء الله، بس بعد ما نعمل لك شويه فحوصات كده ونطمن عليكي وتخرجي بالف سلامه. ازيك يا ساره؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ عارفه الاستاذ ده يا انسه ساره؟ لا والله مش واخده بالي. بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. لو سمحت اندبي لي استشاري الامراض النفسيه. حاضر. تتاخرش عليا. هطلع اديهم البيبي وانزل على طول. اوعى تقول لهم ان انا معاك. ما تقلقش. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا هاني يا هاني، انا قلت لك ما تقلقش على البيبي. سلام. انت قاعد هنا ليه؟ ما طلعتش فوق ليه؟ معلش، اصل هاني عايزنا على طول. بقول لك ايه يا فوزي، انا كنت ناوي اتصل بيك يعني علشان اشكرك على موقفك الجميل ده، وده طبعا مش غريب على شهامتك ورجولتك وكده يعني. الكلام ده انت عرفتيه دلوقتي بس؟ خلاص بقى ما بقاش قلبك اسود. وعموما يا استاذ انا اسفه، يلا بعتذر لك على اي تصرف عملته. خلاص خلاص يا هلا، انا بالنسبه لي مفيش حاجه. حلو قوي، نفتح صفحه جديده بقى. مش فيها يعني تتقدم لبابا وتجيب لي شبكه ونتجوز من اول وجديد. لا معلش معلش يا هلا، اصل انت جيتي متاخره قوي الحقيقه. انا خلاص ارتبطت بانسانه ممتازه جدا. يا فوزي يا فوزي بلاش الحركات دي بقى، ملهاش لازمه. بقول لك ايه يا هاله، ممكن تنزلي بقى علشان كده هنتاخر على اخوكي. اوكي عن اذنك. اتفضلي. ها خير يا دكتور؟ ده فقدان ذاكره جزئي، وده عرض لمرض اضطراب ما بعد الصدمه. يعني تقريبا ناسيه كل حاجه من ساعه معرفتها باخويا الله يرحمه. انت لسه فاكر محاضرات الطب النفسي؟ شوف يا دكتور، الفترة اللي عدت عليها دي فترة عصيبة جدا، وبالذات آخر حاجة حصلت ليها وأثرت في نفسيتها تأثير شديد. الحقيقة اللي اتعرضت له ما تحملوش بشر، خصوصا انها انسانة رقيقة ومرهفة الحس، وده هيصعب علينا العلاج أكتر. تفتكر يا دكتور الذاكرة هترجع لها بعد قد ايه؟ صعب التنبؤ، لكن هنبتدي العلاج والجلسات ونسيب الموضوع ده يجي بالتدريج. إلا إذا يا دكتور تعرضت لصدمة قوية تانية وترجع لها الذاكرة مرة واحدة. I kill not for money. كملوا الجملة لغاية ما جيلكوا على طول. خلاص يا ولاد، خلصتوا ولا لسه؟ لسه يا عمت، أصل طويل قوي. معقولة؟ خلصوا بسرعة وإلا أنتوا عارفين حامل فيكوا إيه. بالراحة عليهم يا بنتي، دول لسه صغيرين. اشمعنى انت يا بابا ما كنتش حنين علينا واحنا صغيرين؟ غلطت. كنت فاكر ان بالطريقة اللي ربيتكم عليها وان الأسوأ هتخليكم تطلعوا ناشفين تقدروا تغلبوا الدنيا بدل ما تغلبكم. غلطت. ايوه انت الاستاذه هاله جعفر؟ ايوه انا هاله. انا جاي اثبت حاله، في بلاغ جانا انك بتدي دروس خصوصيه في شقتك هنا. حاضر اتفضل. بعد اذنك. بابا السلام عليكم. بعد اذنك يا حاج. اتفضل. جميل. ممكن افهم ايه ده؟ دول بنات الحته وانا بساعدهم. يا سلام، جايبه لي سبوره ومقاعد مستقطع لي جزء من شقتك، كل ده لوجه الله بدون مقابل؟ لا بمقابل، بس مقابل زهيد، عمل خيري يعني. معاكي ترخيص بكده؟ في الحقيقه لا، علشان انا لسه ببتدي. انت عارفه كويس ان مراكز الدروس الخصوصيه ديت اتمنعت بقرار من وزير التعليم. ما تاخذنيش يا حضره الضابط، ولو اني يعني مستغرب ان سعادتك بجلاله قدرك اللي جايه تعمل محضر اثبات حاله، لكن حقك علينا، احنا هنقفله. هتقفلوه؟ الوزاره مهتمه يا حاج عشان الناس الغلابه، وانا هشمعه وهبعت صوره من المحضر للوزاره عشان يحققوا مع الاستاذه. بابا
هم ما جوش معاكي ليه؟ اصل ما حبيتش اخدهم عليكي. اتصرفتي صح، انا بشرح لهم كل حاجه بطريقتي. ان شاء الله لما تخرجي بالسلامه. على فكره انا معايا ضيوف عايزين يشوفوكي. طب خليهم يتفضلوا. طيب. اوعى اولاد حد يقول لها يا ماما، ها؟ كانكم ما تعرفوهاش خالص عشان تخف وترجع لنا بسرعه. حاضر يا بابا. سارة اهو نجيب. اهلا، ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ مش كوميدي تغنى ده؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ قولي لي، انت عارفه مين دول؟ لا بس حاسه ان انا اعرفهم كويس قوي، وحاسه ان انا بحبهم. مش عارفه مالي النهارده، عماله اقابل ناس كتيره قوي كاني شفتهم قبل كده بس مش فاكراهم خالص. معلش يا حبيبتي، بكره تفتكري كل حاجه. انسه ساره اتفضلي معايا. على فين؟ عند الاستشاري النفسي. نفسي؟ نفسي ليه؟ عشان الحادثه اللي حضرتك تعرضت لها اثرت في نفسيتك. ازاي؟ في حلقه مفقوده في حياتك هنحاول نفتكرها انا وانتي مع بعض. مش فاهمه يعني ايه؟ ليه حسيتي بضيق ونفور لما شفتي الاستاذ هاني؟ وليه حصل العكس مع ولاده؟ مش عارفه، مش عارفه. ميرسي قوي يا طنط. هنيا يا حبيبتي. الله يهنيك. تعرفي ان فيكي شبه كبير قوي من ساره؟ معقول انا حلوه كده؟ طبعا حلوه وزي القمر كمان. ميرسي قوي يا ليلى. ايه يا فوزي بقى، ما تشدوا حيلكوا، عايزين نفرح بيكوا. لا 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 لا، احنا متفقين ما نعملش حاجه خالص ولا حتى دبل لغايه ما ساره ان شاء الله ربنا يشفيها وتقوم بالسلام. شاي هند؟ انا كنت بكشف اسنان، قلت اعدي عليك. معقوله؟ معقوله شاهين ده بجلد قدرها جايه بتكشف هنا في القصر العيني؟ بتتريق؟ انا غلطانه اني جيت اسلم عليك مع انك ما تستاهلش. انا ما قصدتش كده. في عز ازمتي ما تسالش عليا. بصراحه خفت اسال عليكي تفهميني غلط زي ما بتعملي طول عمرك. ايه؟ مش هتقولي اتفضلي ولا تعزمني على نسكافيه؟ اتفضلي. على فكره انا سمعت باللي حصل، ولو كان اللي حصل ده حصل واحنا مرتبطين ببعض انا عمري ما كنت هتخلى عنك ابدا. مشكلة شاهين ده ان انا وانتي عاملين زي قضبان السكة الحديد ماشيين جنب بعض، بس عمرنا ما كنا هنتقابل مهما طالت المسافة. هو ده كل اللي سمعتيه في المستشفى؟ نعيمة بتقولي الدكتور هاني قال لو العلاج في مصر ما جابش نتيجة هيسفرها بره تتعالج، حتى لو اضطر عشان كده يبيعها في بيته. والنبي لو ودها لأكبر دكتور نفسي في العالم برضه مش هترجع لها الذاكرة. الله، هو انت قلت لها ايه؟ مش هتعرف يا منى حتى لو شفتي حلمة ودنك. مش انا دراعك اليمين وكتمة اسرارك؟ قوليلي بقى. دخلي الكشف اللي بعده. حاضر. مبروك يا شريف. الف مبروك يا حبيبي. مبروك يا نانسي. ميرسي يا طنط. الف مبروك يا شريف. الله يبارك فيك يا بابا. ربنا يتمم لكم بخير ان شاء الله. يا رب. مبروك يا نانوس. مبروك يا شريف. الله يبارك فيك يا عم. قاعد براحتك، جرفت طلوني الشربات. لا عم حسيني.
ألف مبروك يا ننوسة. ألف مبروك يا سيادة السفير. عشقة العوج دي كلها اتوجت بالنسب ده. ده شرف لينا معاليك. مساء الخير. أهلا يا دكتور. حد جوه؟ في كشف جوه بس خلاص قرب يخرج. اتفضل استريح. مش دول العيانين بتوعي؟ امال ليه كانت بتقول ان العياده بتاعتها مش شغاله؟ شكرا. مع السلامه. اتفضل. مش ده موضوع. أنا عايز أسألك سؤال وعايزك تجاوبي بصراحة، لأن إجابتك دي هتساعدنا في علاج سارة من فقدان ذاكرة. وأنا تحت أمرك يا عم. لما دخلت لسارة في المستشفى قلت لها إيه؟ مين قال لك إني دخلت لها؟ هي أنت مش لسه بتقول إنها فاقدة الذاكرة؟ بس في جلسات العلاج بتفتكر حاجات غريبة مش مترابطة. تخاريف أو أكيد حد عايز يوقع بيني. طب حاولي كده تفتكري. وهي دي حاجة تتنسي؟ أصل أدوية السايكوثيرابي بتضعف الذاكرة. ومين قالك إن أنا لسه بتعالج؟ سارة برضو؟ أنتِ ما حصلش، هقولك على حاجة ما بتحصلش. ويا ريت تبقى تتأكد من المعلومة قبل ما تقولها. منى! أيوه آخر الكشف. تعالي هنا. نعم. انت رايحه تحكي اسرارك الشخصيه لزمايلك؟ انا ما حصلش. امال مين راح قال لنعيمه ان انا لسه بتعالج وراحت قالت للدكتور هاني؟ انا فعلا قلت الكلام ده مره، غلطت يعني وقلت قدام الدكتور هاني. كمان انت اللي روحتي قلتي له انا غلطانه اني نزلت لمستواكي واستأمنتك على اسراري. قولي لي قلتي له ايه تاني؟ وهقول له ايه يعني؟ انت كدابه وشغاله على ايدين. انا لو كنت كده كنت قلت له على كل حاجه، وانت عارفه نتيجه ده كويس. انت بتهدديني؟ لا وغلاوتك، انا بس بفهمك. امشي اطلعي بره وما اشوفش وشك ولا في المستشفى ولا في العياده، وانا هوديكي في 60 داهيه. هي دي اخرتها؟ دي اخره وقفتي جنبك؟ دي جزاتي؟ انا كنت فاكراكي مريضه نفسيا ومش واعيه لتصرفاتك. اتاري الغل جواكي والشر بيجري في دمك. ماشي يا علا، إن ما دفعتك تمن الألم ده غالي، ما بقاش أنا. مش بس سرقة المرضى بتوعك، دي كمان فرشت العيادة بفلوسك، بإيراد العيادة بتاعتك اللي كانت بتستولي عليه أول بأول، وكمان دفعت منه مقدم الشقة وأقسطها كمان. أيوه بس ده كان إيجار، قانون جديد. تمليك تعويض من الحكومة لبتوع الإيواء بنص تمنها. وكانت مخبية عليك علشان تفضلك فيها زي مسمار جحا، وكمان علشان تجبرك تفضل معاها وما تنسهاش وما تتخلاش عنها. ما سابتهاش غير ليلة واحدة لما كانت عايزة تتجوز الدكتور عمر. لا أنا دي عرفتها منه شخصيا. وكمان موضوع مدام سارة قالت لها على حاجة بس أنا مش عارفاها، وهي طبعا مش هتقولها لحد، هي السبب في كل اللي صار فيه. وكمان موضوع انتحارها كانت تمثيلية عملناها مع بعض أنا وهي عليك. ولسه يا علا هردلك بقية الألم.
حضرتك بتشتكي من ايه؟ حضرتك دكتوره؟ نعم. طيب ممكن تسمحي لي اتاكد من شهاده البكالوريوس بتاعت حضرتك؟ انت بتقول ايه؟ انا الدكتور ابراهيم الجبري من لجنه التفتيش بوزاره الصحه. معلش يا دكتور، بس حضرتك ما عرفتنيش بنفسك من الاول. يا دكتوره ده حق طبيعي لاي مريض في ظل ادعاء الطب لبعض غير المؤهلين. اتفضل. هتسمحي لي حضرتك اني اشوف كارنيه نقابه الاطباء؟ كلها كام يوم وهاخد العضويه، اصل انا في اخر راوند في الامتياز. وازاي يا دكتوره تفتحي عياده وانت لسه ما خلصتيش تدريب؟ انا بعيد الامتياز لثالث مره لظروف خاصه، انا دفعتي خلصوا الماجستير. ولو يا دكتوره، انت كده مخالفه للقانون وانت اول واحده عارفه كده. دكتوره علا، انت موقوفه ومحاله للتحليل. تعبك راح. يلا يا سالي نطلع. لا معلش، فرصه ان هاني يوصلني. ازاي بقى؟ دي ماما هتزعل لو عرفت انك جيتي لحد هنا وما طلعتيش معاها. لا سلميلي عليها المره الجايه. طيب فرصه سعيده. انا اسعد. يا سارة، الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا طنط. هو بابا وماما عندك؟ سلامة عقلك يا بنتي، والدك اتوفى من زمان ومامتك لسه ما ربعناتش. انت بتقولي ايه؟ الكلام ده مش مظبوط، مش مظبوط. لا لا لا. سارة راح فين يا سارة؟ ربنا يستر والتمثيلية دي تجيب نتيجة. شايف يا بابا؟ شايفة يا ماما؟ شايفين هاني وعلا عملوا معايا ايه؟ بيمثلوا عليها تمثيلية. قال هو سابها وهي مش عايزة ترجع له. هاني اتجوزني بس عشان اجيب له طفل، عشان يسكت ابوه عن علا. انا بالنسبه لهم مش اكتر من وعاء انجاب، عايزين يحلوا مشاكلهم على حساب مشاعري وكرامتي. صدقتيهم يا سارة؟ هاني، لو انا كنت اتجوزتك عشان مجرد وعاء بانجاب طفل ما كنتش جيت وراك لحد هنا، خصوصا ان انا خدت ابني من المستشفى. ابني فين يا هاني؟ ابني فين؟ ما حصلش. انت كدابه ساره، ما بتكدبش. انا عملت كده عشان بحبك. بتحبيني تقومي تدمري انسانه تانيه؟ انا ما كنتش شايفه قدامي غيرك، ضعت مني وعايزه ارجعك. انا ضعت منك مش يوم ما ارتبطت بساره، انا ضعت منك يوم ما طلبت الخلع عشان تتجوزي الدكتور عمر. لا يا هاني، منى كدابه ما تصدقهاش. منى كدابه؟ مش عرفك انها قالت لي؟ ها؟ الدكتور عمر كمان كداب؟ انا اكتشفت ان انت ما كنتش بتلجئي لي الا لما كل البيبان تتسد في وشك. انا ما حبيتش في حياتي غيرك. بطلي كدب بقى وتمثيل، انت ايه؟ ما بتتعبيش.
خدت شقه تمليك من الحكومه وقلت انها ايجار جديد، وانت كنت بتدفع اقساطها وفرشها من فلوسي. قلت ان عيادتك مش شغاله وهي بتشغل الزبائن اللي سرقتيهم مني، ومثلت عليا حكايه الانتحار دي، وبعد كده اكتشفت انه فيلم هندي سخيف. مش فاهم، انا كنت بحبك ليه؟ انت انسانه معقده، تركيبتها النفسيه غير سويه، انت ما فيكيش اي ميزه. انا ندمان، على كل لحظه ضيعتها في عمري معاكي. انت طالق، لسه الوقت قدامكم طويل. خلاص خلينا عادي، اقعدي. ايوه كده كده كويس كده تمام. ايه ده حلو ده، ايه الحلو ده، ايه الكبير ده، ايه الاول ده؟ لسه حبيبتي زعلانه مني؟ هزعل منك ازاي؟ انا بحبك واللي بيحب لازم يسامح.